فقدت أسرة الدرك الملكي بسرية الخميسات يوم الأحد 1 أغسطس 2021. الدركيان من خيرة العناصر التي تعمل منذ سنوات بالمنطقة. الدركي العالمي أحريز الذي ينحدر من منطقة الروماني، وزميله في العمل عنيبة الذي ينحدر من مدينة أسفي، وزوجته التي انتقلت بدورها لرفيق الأعلى، فيما طفلة هذا الأخير كانت تعاني من كسر في العمود الفقري على إثر حادث سير مؤلم مفاجئ بين الطرفين بشكل مفاجئ عبر سيارتين خفيفتين، حيث ارتطمت سيارة الضحية الأول بسيارة زميله في العمل الذي كان يقل زوجته وابنته. المركز الدركي عنيبة الذي كان يعمل بمركز أوريبل، فيما الدركي حريز كان يعمل قيد حياته بكوكب الدراجي سرية الخميسات. المرحومان كان يتمتعان بأخلاق عالية ولهم مكانة خاصة وسط المدينة من خلال سياسة القرب والتعامل اللبق مع المواطنين وتطبيق القانون في ذات السياق. فقد قدر الله ما شاء فعل ليتم نقل الجثمان الدركيان لمسقط رأسيهما على التوالي، الروماني وأسفي، وسط حزن كبير وسط أسرة الدرك الملكي وساكنة الخميسة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.